مش عايزين نطلع او يحصل اللي حصل السنه اللي فاتت الاخر شهرين بعد ما لعبت نهائي دوري الابطال وربنا كرمنا بالبطوله العاشره، اتضغطت بقيت تلعب كل 3 ايام مباراه، وده اللي النادي الاهلي مش هيوافق عليه. ده اللي النادي الاهلي من الصعب ان هو يوافق عليه، لانه انا لما اتضغطت عندي لعيبه اتصابت، عندي لعيبه ارهقت، عندي لعيبه كتيره جدا حصلت معاها ذهنيا وعصبيا، كل اللاعبين ارهقوا بشكل كبير جدا في هذه الفتره. وزي ما حضراتكم شفتوا في المنتخب برضو معظم اللاعبين اللي بيلعبوا بعيدين عن مستواهم. بعيدين عن مستواهم، بعيدين عن مستواهم ليه؟ بسبب ضغطة المباريات اللي اتعملت خلال الفترة السابقة. كل 3 ايام مباراة، كل 3 ايام مباراة، اللاعبين ما لحقوش ان هم، وكانت المنافسة لغاية الأسبوع قبل الأخير، فاللاعبين ما لحقوش ان هم يريحوا. راحوا على المنتخب زي ما حضراتكم شفتوا المستوى اللي ظهر بيه كل اللاعبين أو معظم اللاعبين في المنتخب الوطني بهذا الشكل يعني، والأداء على الرغم من انتقادنا للتشكيل وكذا وكذا، ولكن حتى اللاعبين ما تحسش ان هم خفاف. فانا ما اعرفش الحقيقه من وضع هذه التوقيتات الغريبه. ما فيش غيرها، احنا مع حضرتك 100% ان ما فيش غير هذه التوقيتات، ولكن طب وبعدين هنبتدي ناجل من اول المباراه، من اول مباراه في الدوري ولسه هنشوف الكاس هنعمل فيه ايه؟ انا الحقيقه ما اعرفش ايه اللي بيحصل في هذا الامر، لانه موقف غريب جدا جدا، خصوصا ان انت عندك المباريات او اجنده المباريات الافريقيه واضحه وصريحه معاك في كل حاجه. واضحه وصريحه معاك في كل حاجه، يوم السبت يوم مثلا يوم السبت يوم 12 هتلعب الساعه كذا في البلد الفلاني. فليه حضرتك بتضع نفسك في هذا الموقف؟